بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم تحية طيبة أحبتي. طبعا على نفس الموضوع Basic Concept of Medical Instrumentation، تحدثنا عنه أو مفاهيم أساسية في الأدوات الطبية. يقول لي الآن عندي هذا السؤال، أيضا أخذته من الكتاب الذي ذكرت عنه، الكتاب الذي ذكرت عنه في المقاطع الفيديو. أنا دائما مقاطع الفيديو أضع شرح عن المساق وعن الكتاب الذي أعتمد في شرح المساق. يقول لي السؤال: أداة تمرين الدرجة الأولى ذات وقت ثابت زمني، يعني وقت ثابت أو ثابت زمني، أنا هنا هو 20 ملي ثانية، جد التردد، طبعا هو ثابت زمني 20 ملي ثانية يعني هو التاو، جد التردد بالهرتز للإدخال، إشارة الدخل اللي سيكون فيه الناتج 93% من إشارة الخارج، إشارة خارج التيار المستمر DC current، طبعا DC direct current، ثم جد زاوية الطور عندها. A low pass first order instrument has a time constant of 20 milliseconds. Find the frequency in hertz of the input at which the output will be 93% of the DC output. Find the phase angle at this frequency. طبعا عندي هنا في هذه الحالة التمرين درجة الأولى هي دائما عندي مقاومة على التوالي مع الكاباسيتور مع المواسعة مصدر الجهد. إذن الدارة المكافئة دارة تقسيم الجهد التي تتكون من مقاومة R ومكثف أو مواسع، طبعا مكثف أو مواسع C على التوالي بهذا الشكل، هذا هو شكل الدارة. عفوا، الآن هنا لو بدنا من التحدث عن C وعن R، عن المعوقة التي موجودة في R والمعوقة التي موجودة في C، إذا ندرس بكتابة الصيغ التي تعتمد على التردد، تعتمد على الفريكونسي. عندنا أول مستوى المقاومة، فإن معوقتها هي R، المعوقة هي R كما هي بالنسبة للمقاومة. بالنسبة للسي نستدعي ما تعلمناه سابقا في مادة الدارات الكهربائية أو الإلكترونيات حتى. بالنسبة للمكثف فإن معوقته سالب جي على أوميجا سي، معوقة الإمبيدنس، طبعا هو معوقة المصير إمبيدنس سالب جي على أوميجا زي، هي على أوميجا سي هي زي هنا. إذن إلى ماذا نستنتج هنا؟ لاحظ الأوميجا طبعا معروف هي التردد الزاوي 2 باي إف أو 2 باي على التايم على الزمن. الـ Vout إذن هذه هي المعادلة، هذه الـ Vout يساوي Vn، ومعادلة المعوقة Vout Vn Zc على R زائد Zc، هذه هي المعادلة. أقسم على Vn Vn سواء Vout على Vn يساوي Zn على R زائد Zc، Zc على R زائد Zc. بما أنه لاحظ هنا قال لي بأنه 93%، إذن في أوت على في إن 93%، سي سالب جي على 2 باي إف سي. هنا في حال وجدنا التردد، الآر مع وقته كما هي الآر أيضا على سالب زائد زد سي الذي هي تساوي سالب جي 2 باي إف سي. أيضا ما زال هنا عند الرسم، طبعا كما تعلم ما زال عند الرسم مركب باستخدام بعض قواعد الجبر. هنا طبعا يصبح عندي في هذه الحالة 93% يساوي 1 على 1 زائد 2 باي جي اف ار سي. طبعا انا ضربت تبادلي وهنا وهنا، يعني اتمنى ان تكون يعني قادر عزيزي الطالب على مواجهة تضرب تبادلي هنا، تضرب هنا، تستطيع ان تلغي، يبقى عندك بهذه الصورة. طبعا تأخذ القيمة المطلقة absolute value، يعني جذر التربية كما نعلم، القيمة المطلقة جذر التربية، جذر التربية 93%، جذر التربية لهذا الطرف الآن تحل لي F، تجلب هنا 1 على جذر التربية للثلاثة وتسعين ناقص هذا الواحد تقسيم 2 باي جي ار سي،
الآن أنا أصبحت قادر. طبعا الـ RC لاحظ هذا الثابت الزمني، الـ RC هو التاو، وقت ثابت أو ثابت الزمن للدارة هو التاو، هو 20 ملي ثانية. 20 ملي ثانية، 0.02، 2 باي، أصلا كله عندي ثابت. الآن أستطيع نشر التردد في هذه الحالة، وأنا عوضت 20 ملي، عوضتها هنا بدل الـ RC، لأن الـ RC تساوي تاو في الدارة هذه التي مقاومة مكثف. إذا يعطيني 294 بالألف جي هرتز. إذا أنا الآن أوجدت التردد في هذه الحالة. هذا بالنسبة لي low pass first order instrument، أنا وجدت التردد، أو أستطيع أن نقول 24 ملي جي هرتز، 24 ملي هرتز جي. طبعا لو أنا أيضا زاوية الطور، طلب إلي إيجاد زاوية الطور، وعوض في المعادلة الأصلية في أوت على في إن يساوي 1 على 1 هنا، وفي أوت بالثلاث سنين بالمئة يصبح في أوت على في إن 1 على 1 زائد 2 باي جي اف ار سي. هي بهذه الصورة، أضرب الفي إن هنا. الآن أنا أستطيع أن أعوض باستخدام المعادلة التي أريد، الساين أو الكوساين، باستخدام برنامج حاسوبي سوف يرسم لي الشارة هنا. أكون قادر من خلالها على رسم الشارة ومعرفة ما الذي حصل لها تماما، لكن أنا هنا أهتم بأن التردد كان بهذه الصورة. هنا يعطيك الدالة المركبة، طبعا سوف يعطيك عدد المركبة. إذا أحبتي كان هذا أيضا سؤالا مباشرا عن اللو باس فيرست أوردر إنسترومنت ومعها ثابت زمني. طلب إلي أن أجد التردد، وطلب إلي أن أكتب المعادلة بحيث أستطيع أن أجد زاوية الطور. طبعا هنا لو ضربتها أجد فرق الطور هنا الفيس، فأجد الشيفتنج أو إزاحة الرسم من الأوسلوسكوب. إذا أحبتي لا تبخلي بعمل الشير واللايك، الاشتراك في القناة، كتابة التعليقات والأسئلة. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.